حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، نصل وياكم الآن إلى الرياضة وتحديدا إلى اللقب اللي يسعى إليه جميع الأندية الكروية في الدولة وهو كأس سمو الأمير. وهذا العام طبعا المباراة النهائية المرتقبة يوم السبت بإذن الله تعالى بين نادي السد حامل لقب العام الماضي وبين نادي الجيش. طبعا السد أكد عزمه على الحفاظ على اللقب، ولكن في المقابل سيواجه منافس كان من أعند هذه الفرق خلال هذا الموسم هو نادي الجيش. المؤتمر الصحفي مشاهدينا الكرام الخاص بالمباراة النهائية نشوفها معكم في هذا التقرير. عقد فريقا نادي السد ونادي الجيش مؤتمرا صحفيا خاصا بالمباراة النهائية في المنافسات على كأس سمو الأمير لكرة القدم 2015، حيث يتواجه الناديان في استاد جاسم بن حمد في السد. وأكد مدرب فريق الجيش الفرنسي صبري لاموشي على جهوزية واندفاع لاعبيه والطاقم الفني لمواجهة السد حامل اللقب، وأوضح أن المباراة سوف تكون صعبة على كلا الفريقين، ولكنه أردف أنه مهما يحصل في المباراة فليس هناك حاجة للندم، ففريق الجيش أبدع بوصوله إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخ كأس سمو الأمير. أما المدير الفني للسد المغربي الحسين عموتة فأشار إلى أن المواجهة هي آخر مباراة محلية لعيال الذيب للموسم الحالي، وقال إنه على الرغم من خوض الفريق 3 مباريات هامة في أسبوع واحد مقابل فترة الراحة التي حصل عليها فريق الجيش بعد نصف النهائي، فالفريق جاهز بالكامل، ومؤكدا على قدرة لاعبي السد على تحقيق الفوز والحفاظ على أغلى الكؤوس وتتويج جهود النادي بأغلى الألقاب. يبقى كأس سمو الأمير المفدى وعلى مدار 43 عاما هو الحدث الكروي الأبرز في قطر والذي ينتظره الجميع. أتمنى التوفيق لنادي السد ونادي الجيش في المباراة النهائية، ونهنيهم جميعا على شرف مصافحة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في المباراة النهائية. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى حدث آخر، وفي الأحداث الثقافية التي تشهدها الدولة شهد مسرح دار الأوبرا في كتارة حفل توزيع جائزة كتارة العربية للرواية، وهو الحدث الذي ترقبها الكثير من المهتمين بمجال الرواية والإبداع كونها الجائزة الأكبر من نوعها على مستوى الوطن العربي. تفاصيل هذه الجائزة نشوفها معكم في هذا التقرير. في حفل مميز انتظره الكتاب والأدباء، أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عن أسماء الفائزين بجوائز كتارا للرواية العربية في دورتها الأولى، وذلك من على مسرح الأوبرا في وسط حضور حاشد من داخل وخارج قطر. 10 فائزين، وكانت هناك مفاجأة أن تم الإعلان عن جائزة أخرى للدراما، تم فصل فئتين، فئة الروايات الغير منشورة والروايات المنشورة، وتم جائزتين لعمل درامي وسينمائي، الجائزة الأولى 200,000 دولار والجائزة الثانية 100,000 دولار. أسماء لامعة، أسماء كبيرة موجودة في عالم الرواية، وأيضا هناك أسماء جديدة برزت خلال جائزة كتارا للرواية العربية. لدينا 2 من مصر، من المغرب العربي 2، من العراق. وشمل الحفل توزيع جوائز فئة الروايات المنشورة وعددها 5 جوائز، يحصل فيها كل نص روائي فائز على جائزة مالية قدرها 60,000 دولار أمريكي، كما يشمل فئة الروايات غير المنشورة وعددها 5 جوائز للروايات التي لم تنشر بعد، قيمة كل منها 30,000 دولار أمريكي. أعتقد تقييم عادل، كانت هناك شفافية، ولأول مرة أن في جائزة من الجوائز أن يتم الإعلان عن المحكمين جميعاً، وكانوا موجودين في المسرح الأسماء. الحمد لله انتهينا وسوف نبدأ بالدورة الثانية، وأيضاً تم الإعلان اليوم عن جائزة جديدة وهي جائزة الدراسات للدراسات، وهي التحليل والتقييم والنقد الروائي، تضاف للجائزتين الأخرتين اللي هي المنشورة وغير المنشورة.
وبعد النجاح الذي شهدته الجائزة، يصر منظموها على أن هذه الجائزة ستكون مشروعاً مستداماً متواصلاً ومحطة جديدة في عالم الرواية والدراما بشكل خاص والإبداع بشكل عام. وبهذا التقرير أعزائي المشاهدين كن وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تراحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل تراحيب من خلال المشاركة عن طريق تويتر هاشتاج برنامج تراحيب أو عبر الإنستغرام على حساب القناة الريان تي في. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، وفي أمان الله. في أمان الله.